بدايه مشواري منذ الطفوله كان اهتمامي كبير جدا بالفن التشكيلي، فانا ولدت في حي شبرا، هو حي من الاحياء اللي ممكن الانسان يشوف فيها مظاهر شعبيه ومظاهر جماليه، فممكن فعلا تستسير الفنان ان هو يعبر عنها، فممكن تشوف المولد، ممكن تشوف رمضان الزينه، ممكن تشوف بقى الزبادي وبقى القطائف ويعني الاراجوز وحاجات كثيره جدا والمراجيح في الاعياد. فكنا الحقيقه بنتاثر بهذه البيئه الطبيعيه، والواحد كان بيحاول دايما ان هو يعني يرسم او يمارس الفن كموهبه او كهوايه في البدايه. بعد كده يعني لما وصلت الثانوية العامة كان فعلا اهتمامي الكبير ان انا ادخل كلية فنية، فأتيحت لي الفرصة ان انا ادخل كلية التربية الفنية، درست بشكل منتظم، وفي نفس الوقت كنت بدرس كلية الفنون الجميلة في القسم الحر على ايدين كبار الفنانين. ايضا في التربية الفنية يعني كان فعلا مجموعة من كبار الفنانين اللي كانوا بيدرسوا لي، اتعلمت كتير قوي على ايديهم. والحقيقة يعني كانت فترة مهمة جدا من حياتي، لأني كنت بجتهد أن أنا أتميز داخل الكلية، وبالفعل يعني كنت بشارك في عديد من المعارض في أثناء فترة وأنا طالب، وبحصل على يعني حصلت على عديد من الجوائز والتكريمات وأنا طالب، فكان كل ده بيديني دافع أكتر، وكان دايما يعني أو عادة بطلع الأول على الدفعة في سنوات عديدة، فده كل ده كان بيمثل بالنسبة لي حافز إن أنا أكون يعني فنان جيد. الحقيقة أهم نقطة محورية في حياتي هي بعد ما خلصت الماجستير أتيحت لي الفرصة للسفر إلى الخارج، فسافرت إلى ألمانيا، وكان دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة بميونخ، والحقيقة دي كان فعلا يعني رحلة مهمة جدا استمرت قرب الخمس سنوات، رحلة حوالين الفن والثقافة والإبداع والفكر الجديد في الفن وفكر ما بعد الحداثة، إزاي ممكن الإنسان يشوفه في أوروبا، في ألمانيا طبعا اللي بتمثل أوروبا. فدرست مرحلة الدكتوراه ومريت بعديد من التجارب الفنية، لأن درس لي برضو مجموعة من مشاهير الفن في ألمانيا والأساتذة الكبار، فكان لي فعلا كنت يعني بعمل تجارب عديدة تعلمتها منهم، منها مثلا تجارب الإسقاطات الضوئية، وتعلمت أيضا التصوير، تقنيات التصوير الضوئي والطباعة، تعلمت أيضا تقنيات الجرافيك واستخدام الكمبيوتر وأدوات مختلفة للتكنولوجيا المختلفة. يعني يمكن ده كان بتتميز دايما ألمانيا بتطور كبير قوي في التكنولوجي، فحتى برامج الكمبيوتر اللي كانت موجودة هناك ما كانتش لسه يعني وصلت مصر، فبدأت ان انا اتعلم عليها، كان لسه فوتوشوب، ده كان سنة تقريبا 90 او 91 كان في بدايته، فكنت بتعلم عليه وبتعلم الطباعة وبتعلم الحفر، وتعلمت الحقيقة كورسات عديدة، وكان البروفيسور بتاعي إدجار كنوب كان بيسمح لي دائما باستخدام الاستوديو الخاص بيه اللي هو يعني مدجج بكل انواع الادوات والخامات اللي ممكن الانسان ان هو كفنان يشتغل ويمارس الفن. فكنت بعمل الاستوديو دوت يعني مركز للتجريب بتاعي، وبطلع كل فتره بطلع تجربه جديده واعرضها. والحقيقه انا على مستوى العرض عرضت عدد كبير جدا من التجارب في المانيا، يعني وصلت الى 16 تجربه في 16 معرض في اماكن متعدده في مدن المانيا المختلفه. حصلوا مني على مقتنيات وكتب عنه كبار النقاد والصحافة، وفي النهاية تم تأليف كتاب عني باسم عادل عبد الرحمن في ألمانيا، وتم تأليف كتاب آخر في أمريكا لمجموعة من الفنانين اسمه Egyptian Artist. فالحقيقة كان يعني فترة مهمة جدا في حياتي، اتعلمت منها كتير. كان أهم شيء اتعلمته إن عشان تبقى فنان لازم تبحث ولازم تمارس ولازم تجرب ولازم تسافر، لأن السفر ده كان بيمثل بالنسبة لي جانب مهم جدا من التجربة. فبدأت أسافر دول عديدة زي صربيا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ودول عربية، السعودية والجزائر. في كل فترة بيجي لي سمبوزيوم أو دعوة لسمبوزيوم أو معرض أو كده، فبختار على حسب الوقت المناسب للجامعة والامتحانات وابتدي أسافر، ويعني الحمد لله كتب عننا يعني مقالات عديدة في كل دول العالم. كان لسفري ألمانيا الحقيقة كان فترة مهمة جدا في حياتي، لأني فعلا اعتبرت نفسي سفير لبلدي، وكان كل اهتمامي إزاي إن أنا أحقق نجاح باسم بلدي. فبالفعل
يعني شاركت في حاجات فنية كتيرة، يعني 16 معرض كاملين عملتهم على أعلى مستوى وفي أحسن قاعات هناك، ولي مقتنيات في ألمانيا في عدد من الأماكن، يعني منها مثلا متحف أوفينج، ومنها أكاديمية الفنون الجميلة بميونخ برضو خدت مقتنيات، منها مكان تبع بنك اسمه شبار كاسا مشهور جدا على مستوى العالم، ده خد مني عدد من المقتنيات. وتقريبا سنويا بيبعتوا لي الكتالوج، بيبعتوا لي لوحاتي جواه عشان يعني أبقى سعيد إن أنا أشوفها. أيضا في ألمانيا شاركت في يعني تجميل متحف، عملت حاجات خارجية واهتميت بتصوير المقتنيات برضو، أنا كنت طبعا دراستي في التصوير الضوئي كانت مهمة جدا في ألمانيا، فساعدتني أن أنا أعمل ده، ساعدتني أن أنا أعمل بوسترات وأعمل بانرات وأعمل حاجات مهمة جدا للمتاحف على مستوى عالي جدا وبأعلى التقنيات. كان ليا حاجة مهمة جدا وهي يعني تجميل نفق اسمه نفق فرايزنج في ألمانيا، ودي كانت مسابقة لطلاب أكاديمية الفنون في ألمانيا، اشترك فيها عدد كبير جدا من الجنسيات ومنها أنا وزوجتي الأستاذ دكتور علا يوسف، فشاركنا في المسابقة وحصلنا على الجائزة الأولى لهذا النفق وتم تنفيذه وتم تكريمنا ويعني بشكل متميز جدا وجميل جدا، والصحافة كتبت والإعلام كتبت باهتمام جدا إن إزاي إن اتنين مصريين جم ألمانيا وعملوا تصميم أو تجميل لنفق فرايزنج. ايضا كان ليا معرض مهم جدا ايضا في مدينه كولن، استدعتني السفاره لان هم سمعوا عني في الجرايد او قروا عني في الجرايد، فبعتت لي السفاره وقالت انتوا عايزينكم تشاركوا في الاسبوع الثقافي المصري اللي كان هيذهب اليه من مصر رئيس الجمهوريه، وبالفعل عملنا المعرض ده وخدنا لوحاتنا وسافرنا لحد المانيا لحد مدينه كولن، واتعمل لنا معرض ضخم جدا و في حضور يعني كبار الشخصيات المصريين في هذا المجال. كان من أهم أيضا إنجازات في ألمانيا هو مجموعة من التجارب اللي قمنا بيها عبارة عن يعني فن الإسقاط الضوئي، ودي كانت حاجة يعني يمكن جديدة على مصر حتى، يعني كانت غريبة، يعني ناس قليلين جدا اللي اشتغلوا فيها، قد يكونوا واحد أو اثنين. فكنا من جبنا كاميرات حديثة وقعدنا في الاستوديوهات وبدأنا نعمل نوع من الإسقاطات الضوئية على عناصر معينة، فأنا كنت بستخدم ما يسمى بعناصر البوهاوس اللي هي المكعب والمستطيل والشكل المخروطي ويعني المجسمات الأولية المعروفة، وأعمل عليها أنواع من الإسقاطات شيء شبيه بالمسرح، يعني في كاركترز أو في فيجرز أو في شخصيات، وبعدين بنبدأ نسلط عليهم الأضواء بحسابات بصرية معينة بقوة إضاءات معينة بتتحرك بطريقة معينة. طبعا هو كان استوديو متكامل وفي كل هذه الإمكانيات اللي كانت بتساعدنا على إن احنا نعمل ده. بعد كده مرحلة تانية إن أنا ببتدي أعمل صورة فوتوغرافية ثابتة، إن أنا باخد لقطات وبلف بالكاميرا بطريقة معينة، طبعا لما بيبقى يمين بتختلف عن شمال عن في النص عن أعلى عن تحت، ببدأ أتحرك بالكاميرا بتاعتي كفنان تشكيلي وأبدأ أخد اللقطة بتاعتي بالشكل المناسب. وبعدين بدأت التجربة دي يعني تنمو خطوة فخطوة، فبدأت أجيب عناصر أو مفردات مصرية، بدأت أجيب مثلا شكل الأهرامات، بدأت أجيب شكل برج الجزيرة، ومن الشغل دوت عملت بوستر مهرجان القاهرة السينمائي اللي كان يعني حاجة جديدة جدا بالنسبة لهم وبسطوا منها جدا، كان يعني بوستر مميز في شكل الأهرامات وشكل برج الجزيرة ومعمول بطريقة الإسقاطات الضوئية. مجال التصميم طبعا باعتباري يعني فنان ومصمم فليا شغل مهم جدا وكتير جدا في مجال التصميم، يعني بدأت بعمل بوسترات للمعارض الدولية والمتاحف وافتتاحات المتاحف في ألمانيا، وبعد كده عملت برضو عدد من شهادات التقدير وأغلفة الكتب والكثير من التصميمات، يعني عملت حتى شهادات تقدير لما يسمى بجماعة الفن والسلام في بلغراد أو سفراء الفن، عملت أيضا شعارات لبعض الشركات، بعمل طبعا كاستشاري تصميم في أكثر من شركة، ويمكن آخر حاجة أنا بمارسها حاليا أن أنا يعني استشاري في شركة أمريكية مهمة جدا في مجال تصميم الأزياء، ليا موقع عندهم موجود على النت، بعمل شغل تصميم أزياء وبشكل مستمر هم بيبعتوا لي الفيدباك وإيه المطلوب وأنا بعمل لهم التصميمات وببعتها، وهي طبعا يعني أي حد ممكن يدخل يطلع عليها على
النت. هم الحقيقه بيصمموا ازياء عالميه على مستوى عالمي، وعندهم ما لا يقل مثلا عن 3000 فنان، كل فنان طبعا له الطابع بتاعه وله الشخصيه بتاعته. فكانت انا شخصيتي المصريه اللي فيها مفردات مصريه وطابع مصري والوان مصريه كان ليها يعني حب ومذاق خاص عندهم، فقالوا لي عايزين يعني تشتغل معانا للشركه. فعملت مجموعه من التصميمات في البدايه، لقيتهم انبهروا بيها جدا، فبقوا باستمرار يكاد يكون يوميا بيحصل لي اوردر وعايزين نعمل كذا كذا بازياء بقى بكل انواعها وبكل اشكالها المختلفه. ودخلنا المراحل الاخرى لحاجات الزجاج والمجوهرات ويعني تقريبا يكاد يكون كل حاجه في الحياه بيعملوا ليها تصميمات. فيعني هي ليها موقع على النت موجود، وباستمرار انا بشارك حتى لما بعمل سمبوزيوم او اعمل اي اعمال فنيه على الفور بتنتقل هذه الاعمال الفنيه عن طريق اللابتوب بتاعي، ببتدي ادخل الاشكال دي واحولها واطوعها واطورها لتصميم الازياء فتتحول فورا ويعملوا ابروفنج عليها وتبقى موجوده على الصفحه. بالنسبه للتكريمات الحمد لله حصلت على عدد كبير جدا من التكريمات وشهادات التقدير والميداليات والدروع وخلافه. طبعا الموضوع هنا بينقسم لشقين، جزء منه دولي وجزء منه محلي. فعلى المستوى الدولي يعني خدت شهادات تقدير وتكريمات من امريكا ومن المانيا ومن صربيا ومن تركيا ومن يعني عدد كبير، ومن الجزائر ومن السعوديه، ويعني في حاجات طبعا انا ناسيها. فتقريبا كل بلد انا بسافرها بيتم تكريمي بشكل او باخر. ايضا على مستوى مصر طبعا، وعندي ده برضو مهم جدا، من المؤسسات الرسميه يعني تكريم على من وزير الثقافه، تكريم من هيئه قناه السويس الفريق ماميش مهاب ماميش، تكريمات من وزاره الشباب والرياضه، تكريمات من الاذاعه والتلفزيون، تكريمات من جريده الاهرام، تكريمات من نقابه الصحفيين. الحقيقه يعني الموضوع يطول ومحتاج ان انا اقراه لانه فعلا هي لسته طويله جدا. ايضا تكريم على مستوى العديد من المؤسسات الاهليه اللي انا بهتم بيها جدا وبشارك دايما في الفعاليات الثقافيه اللي بتقوم بيها مؤسسات غير الرسميه او المؤسسات الاهليه، لانها ايضا يعني انا بعتبرها جانب مهم ولها دور مهم جدا في نشر الثقافه والارتقاء بالذوق العام. في النهايه انا بشوف ان الفنان ما هوش عمل فني، لكن انا يهمني ان الفن في الاخر يتحول الى سلوك، يتحول الى ارتقاء بالذوق، ازاي الناس تتعامل مع بعضها، ازاي الناس تتكلم مع بعضها. فالارتقاء ده شيء مهم جدا، وده اللي يمكن دفعني بمشاركة يعني رفيقة حياتي الأستاذة الدكتورة علا إن احنا نعمل ثنائي على الساحة الفنية، نهتم جدا بتعليم الأطفال الفن ورش العمل، نهتم ونذهب للمكتبات الدولة زي مكتبة مصر العامة، ونذهب إلى قصور الثقافة، ونظهر إلى الأماكن المختلفة اللي بتقدم الثقافة، ونشارك ونقوم بدور مهم جدا في خلق جيل وتربية جيل وتنمية جيل قادر على استيعاب مفهوم الجمال وقادر على الارتقاء بالذوق العام والوصول بالوطن إلى يعني المعنى الجميل.